دلوقتي جمعتكم مع مصر تتحدث. حكايات ومواقف إنسانية من شخصيات مصرية يمكن نكون بنسمع عنهم. النهاردة هنسمع منهم في مصر تتحدث. أنا ابن الغفير اللي فضل 20 سنة بيحرس الليل من جوه أوضة. عرف كتير عنه وعرفني إزاي يكون الابتسام للربيع لحظة دخول برمودا، وقال لي إن يسألك حد عن اسمك قول سالم فرج عودة. أنا اسمي سالم الشهباني، حد من بيئة البدوية، أصل من البدو، من قبيلة اسمها الشهبان، سني 33 سنة. كل سنة كان بينزل في الشتاء السيل، كان السيل ده يعتبر الضيف اللي بيزور البلد دي، فكان بيبقى فيه تجهيزات بنعملها. بيحصل حاجة اسمها مخر السيل، يعني عامل زي الترعة كده، يعني عشان السيل ما يجيش يبهدل الدنيا. يعني السيل بيجي مثلا يقسم البلدة أو المنطقة دي نصين، يعني شرق وغرب، فعشان نعدي من الشرق الغرب ما ينفعش نعوم. يعني كنا بنعمل ايه؟ كنا بنعمل جسور. كان بيعملوا الجسور دي من ايه؟ بيجيبوا نخلة كبيرة يقسموها نصين ويحطوها فوق الايه؟ مخر السيل، يعني عشان الناس تعبر عليها وتعدي. انا كنت وانا طفل بخاف جدا من فكرة ان انا اعدي على الجسر ده. كان والدي كل مرة يشيلني اعدي بيه، مرة واثنين وثلاثة واربعة يعمل ده. فجي في مرة عدى وسابني وقال لي عايز تعدي عدي، مش عايز تعدي روح. عمل ده مرة روحت اول مرة، عمل ده المرة التانية برضو روحت، لحد المرة التالتة قررت اعدي، بس اخدت وقت كبير جدا وانا بعدي ايه الجسر ده. هو كان قاصد يعلمني من ده انك ما تخافش، وان اي تجربة هي بتبقى صعبة وهي بعيد، لكن اول ما بتدخل في التجربة حتى لو فشلت او نجحت في الموضوع الا انك لك شرف انك دخلت التجربة. يعني الموقف ده اثر فيا انا شخصيا جدا. بعد كده ما بقتش اخاف من اي تجربة، بدخل اي تجربة وببقى عارف ان انا هخرج بمكسب او هخرج بنتيجة. يعني زي المثل اللي حاول ان تلتقط شيئا قبل ان تقف، يعني وانت بتقع كده حاول انك تخرج بحاجه من الوقعه اللي انت وقعتها، يعني هتاثر فيها التجربه بشكل او باخر. كنتم مع مصر تتحدث، اعداد فريد ادوارد. مصر تتحدث.